ايضا عايز اتكلم مع واحد عن واحد من النجوم اللي بحبها جدا جدا جدا، انا شخصيا بحبه بشكل شخصي، النجم الكبير الخلوق محمود حسن تريزيجي، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف طرابزون التركي. كشف أنه كان بيتمنى المشاركة في المنتخب أو مع المنتخب الأولمبي في الدورة الأولمبية التي ستقام في باريس 2024. كتب تريزيجي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: بالتوفيق لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وسعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب، وكنت أتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي. لما تجيب اسم تريزيجيه كل مصر تقف احتراما لهذا النجم الكبير اللي كلنا عارفين دوره. يعني ناس كتير هتقول لك تريزيجيه مظلوم اعلاميا، انا بقول لا، تريزيجيه مش مظلوم اعلاميا، تريزيجيه واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر خلال هذه الفتره، وكان له دور كبير جدا جدا في صعود منتخب مصر السنه 2018، وان شاء الله يكون له الدور الأبرز مع كل نجوم منتخبنا ومحمد صلاح في الصعود مرة أخرى للمنتخب أو إلى كأس العالم القادم 2026.